قبل افسخ هذا مشان مسرحية اليوم. خطبة زواج هاي جايز، مرحبا واهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم سوف نرى محادثة بين جارتين، يعني حتيت هكذا، فهيا لنبدأ. ها قمزة؟ قمزة أو باللغة العربية غمزة، فهو اسم تركي، يعني الجارة اسمها قمزة. غمزة هي الكلمة تعني أيضا غمازات، ولكن تعني كذلك في اللغة التركية اسم للبنات غمزة أو قمزة. مرحبا عائشة، نص الصن نابر. مرحبا عائشة، نص الصن نابر. مرحبا عائشة، مرحبا عائشة، نص الصن كيف حالك؟ نابر، ما الأخبار؟ نابر تكتب نهابر، ولكن في القول في الحديث العامي نقول نابر عوضا عن نهابر. إيه مصاول نصصن نادسن قز. إيه مصاول نصصن نادسن قز. بخير سلمت، كيف حالك؟ أين أنت يا فتاة؟ إيه مصاول بخير سلمت نصصن كيف حالك؟ ناردسن قز، أين أنت يا فتاة؟ ناردسن نقولها بعد غياب طويل. إيم صاولون بيز سادجة بيراز مشغلوز. إيم صاولون بخير سلمت، بيز نحن سادجة فقط، بيراز مشغلوز مشغولون قليلا. نيسة ألتقط تكيفين بوش ولدونو باليوم الصن باشكا بيريه تشن دولار. Neyse, altıkattaki evin boş olduğunu biliyor musun? Başka bir yere taşındılar. هل تعرفين أن المنزل في الطابق السفلي تم إفراغه؟ انتقلوا إلى مكان آخر. Alt. هنا نقرأها altıkattaki. Altıkattaki evin boş olduğunu. وليس altı مثل رقم ستة. Biliyorum canım. Hatta biz kiraladık. Biliyorum canım. A'rifu azizeti. Hatta biz kiraladık. Nahnu istajarna. Öyle mi? Hayırlı olsun o zaman. Öyle mi? Hakan. Hayırlı olsun. Hani'en lekum. Ev hani'en lek. O zaman iden. Öyle mi? Hakan. Hayırlı olsun o zaman. Hani enlekum iden. Ailemiz merdivenlerden yoruldu. Bu yüzden altı evi kiralmaya karar verdik. Özellikle ev aynı binada. Ne güzel değil mi? Ailemiz merdivenlerden yoruldu. Bu yüzden alt evi kiralmaya karar verdik. Özellikle ev aynı binada. Ne güzel değil mi? تعبت عائلتنا من الدرج أو السلالم، لذلك قررنا استئجار المنزل السفلي، خاصة أنه في نفس المبنى. كم هو لطيف، أليس كذلك؟ حقلصن نديجة تكرار هيرلو الصن جنم. حقلصن أنت على حق نديجة، ماذا سأقول؟ تكرار هيرلو الصن جنم. هنيئا لكم مرة أخرى عزيزتي. ساول جانم ساول. ساول جانم ساول. سلمت عزيزتي سلمت. ساول جانم ساول. Ben ve kocam evimizde kalacağız. Ama babamız ve annemiz yani alt evi yaşayacak. Şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben ve kocam, anne ve zevci evimizde kalacağız. Sana bak fi menzilina.
ama lakin babamız abuna ve annemiz ve validetuna ve ummuna alt evi yaşayacak. Seyaişuna fil menzil es-sufli. Şimdi gidiyorum. Ana zahiba el-an. Görüşürüz. Araki ev araka lahiqan. Aha. Görüşmek üzere. Ne kadar mağrur. Görüşmek üzere. İlellika. Ne kadar mağrur. Kem hiya mağrura. Görüşmek üzere. İlellika. Ne kadar mağrur. Kem hiya mağrura. هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم أو محادثة اليوم. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم واستفدتم منها، وأراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم بخير. باي باي.